الحديث عن ظاهرة الشغب داخل المؤسسات التعليمية بصفة عامة والفصل بصفة خاصة ليس بالموضوع الجديد، إذ العنف المؤدي إلى الشغب تطرقت له دراسات متعددة اجتماعية نفسية وتربوية، إلا أن الأشكال التي اتخذها الشغب في الآونة الأخيرة تدعو للقلق فعلا، ومن ثم أصبح لزاما البحث عن الأسباب الحقيقية لاستفحاله. يرتبط الشغب بأسباب مركبة يعتبر الجميع شريكا فيها: الأسرة، المؤسسة التعليمية، القائمون على الشأن التعليمي على جميع المستويات. أما المسؤولية الأسرية فجلية واضحة وتم التحذير من تداعياتها منذ مدة، باستقالة شبه كلية للآباء على مستوى التوجيه الأخلاقي وزرع القيم المجتمعية الرفيعة في أبنائهم، مكتفين بتوفير المتطلبات المادية، معتبرين التعليم فرصة لنيل شهادات تؤهل لمناصب شغل فقط، وبالتالي لا يأخذ البعد الأخلاقي حيزا كبيرا من اهتماماتهم، وهو ما أنتج متعلمين متمردين على كل القيم بما فيها الاحترام الذي هو الصمام لمنع الشغب أو العنف. أحيانا يقوم بعض التلاميذ بمحاولات الشغب، وهؤلاء فهم معدودون على رؤوس الأصابع. والآن تنعم المؤسسة بهدوء وبانضباط التلاميذ، وبذلك أصبحت تحقق نتائج عالية على المستوى الإقليمي، سيما فيما يتلخص في نتائج البكالوريا التي أصبحت المؤسسة رائدة في هذا المجال. والسلام عليكم. الشغب المعنى الحقيقي هو إثارة الفوضى في مكان عام أو في مكان خاص. فالشغب مرده إلى انهيار مجموعة من القيم كان يحتفظ بها الشعب المغربي. فالشغب ليس فقط في المدرسة، ولكن نجده أيضا في الشارع، ونجده في الملاعب الرياضية كما تشاهدنا في بعض القنوات المغربية والقنوات الأجنبية. فالشغب أصبح ظاهرة عالمية. فمن قبل كانت هناك إجراءات وتدابير صارمة للحد من هذه الظاهرة في جميع الميادين، إلا أن موجة حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ساهمت شيئا ما في انتشار هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق. فيما يخص المؤسسات التعليمية لا يمكن فصلها عما يجري في المجتمع. الشغب ليس دخيلا علينا، ولكنه يعيش معنا دائما في الشارع، في المدرسة، في البيت، لأسباب عدة كما قلت. فانهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع هي التي أدت إلى ظهور هذه الظواهر المشينة، بالإضافة إلى ظواهر أخرى من سرقة ومن عنف ومن غش ومن مجموعة من الظواهر القبيحة أصبحت الآن تتسرب إلى المؤسسات التعليمية. فما دامت الأسرة بشكل عام لا تساهم في تربية أولادها أو في تربية النشء، فلا بد من هذا الانفلاتات أن تظهر على سلوكات أي تلميذ أو تلميذة في المؤسسة أو في الشارع. فالسبب الحقيقي هو كما قلت هو انهيار منظومة الأخلاق. فيما سبق كانت الأسرة تربي، المدرسة تربي، الشارع يربي، هذه المؤسسات الاجتماعية كلها تتضافر جهودها، بالإضافة إلى الدولة كذلك تضبط أخلاق وتصرفات الأشخاص. فبحال قلنا كاين واحد الانسحاب للأسرة، انسحاب المجتمع، وتركوا المدرسة وحدها تواجه هذه المشاكل. فلا يمكن للمدرسة وحدها أن تواجه هذا السيل الهائل من المشاكل التي تظهر على تلامذتنا دون مؤازرة ومساعدة الأسرة. فالشغب في مؤسستنا بين الحين والآخر تظهر بعض الفلاتات، لا أقول يعني شغب دائم، ولكن بعض الفلاتات يمكن السيطرة عليها. ولكن المشكل لا يقتصر على المؤسسة التعليمية بوحدها، لا بد من تضافر جميع الجهود من مؤسسات اجتماعية كجمعيات لتأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والموسيقية إلى غير ذلك، والأسرة والمجتمع والمؤسسة. إلا ما تضافرت الجهود ديال هذه المكونات كلها راه لا يمكننا أن نعالج هذه الظاهرة، بحيث الحملات الموسمية لا تكفي والملصقات لا تكفي. يجب التحسيس بالوسائل الإعلامية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني كجمعيات ثقافية رياضية كما قلت للحلولة دون استفحال هذه الظاهرة مستقبلا. أو في هذا الزمن في وقتنا الراهن الآن الشغب يعني أصبحت له أشكال متعددة متنوعة، يرتبط أحيانا بالعنف المدرسي والعنف في اتجاهين، عنف المدرس تجاه التلميذ وعنف التلميذ تجاه زملائه وتجاه المدرس كذلك، ومضاربه متعددة في جميع المدن المغربية. أسبابه لها امتداد من المجتمع ثم التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة وغير ذلك من الأسباب المتعددة. إذا المظاهر متعددة كما قلنا، يعني مظاهر بما فيها يعني تشويش على الدرس، العنف ضد الزملاء ضد زملاء التلاميذ يعني تلميذ مع تلميذ، أو العنف ضد الأساتذة، وأحيانا بطرق أخرى قد تكون غير يعني سلوكات أخرى غير يعني واضحة بالنسبة للمدرس. يعني هناك استعمال للهاتف النقال داخل القسم، الإنصات للموسيقى إلى آخر ذلك. فالشغب هو في مظهره العام إهمال للدراسة، وهو كذلك نوع من النفور من المقررات الدراسية بهذا المعنى إن شئنا حسب رأي رولان بارت. هذا النفور من المقررات الدراسية لعدم استجابتها لرغبات المتعلمين. ثم أن الشغب قلنا بأنه له امتداد من الأسرة ومن المحيط الاجتماعي ككل إلى المدرسة، وأحيانا يمتد من المدرسة إلى المحيط الاجتماعي لعوامل كثيرة ومتعددة. قد يكون الشغب ناتج عن العامل النفسي، عن التربية، عن ظروف اجتماعية قاسية نوعا ما، لأن أغلب المشاغبين غالبا ما يحدثون من أوساط مهمشة، الفقر، الحرمان إلى آخر ذلك. إذا طرق العلاج يعني من الضروري أن تتضمن المقررات الدراسية نوعا من القيم، ويجب أن تكون هرمية لمعالجة هذه الظواهر. تم إنشاء يعني مراكز الاستماع ولكنها غير كافية إذا لم يعني تتضافر الجهود، جهود الأطر الإدارية وجهود المدرسين والآباء والمحيط ككل. يعني كل مسؤولين على يعني التعليم ليست مسألة يعني خاصة ب يعني مجال دون آخر. هناك امتداد للتعليم في المجتمع وامتداد المجتمع في التعليم، وهذه الجدلية هي التي تفرض نوعا من تضافر الجهود بين جميع المسؤولين سواء خارج إطار التعليم أو داخله. شكرا.